مرحبا، رجعنا وياكم. تمرين اليوم الصراحة ما أعرف إذا هو يتصنف بين تمارين الستريت ورك أوت أو هو مجرد تمرين عادي، لكن اللي أقدر أقول لكم إياه إنه هو تمرين حيل قوي وحيل إفكتيف على الكور وعلى الأبس بالأخص. فراح أسويه، وكالعادة هم راح أسوي أشوفكم البروجرس مالته، بروجريشن راح أسويه، ويلا خلينا نروح نسويه. وهسه راح نبدا بالتمرين. راح اشوفكم الفيز الاول، راح اشوفكم الطريقه الاولى للتمرين يعني كتمرين كامل متكامل، وبعدين راح ابدا بالطريقه الثانيه، وبعدين راح نبدا بالبروجريشن اللي هو البروجرس. فيلا خلينا نبدا بالتمرين. طبعا مثل التمرين الفرونت والليفر، فرونت ليفر والباك ليفر، راح تمسك البار، حتصعد جسمك للاخر وتعمل تويست. طبعا شوية انا شايف صعوبة لان عندي هذولا حيل قراب. هي المفروض يكون الطريق يعني قدامك على اليمين وعلى اليسار فارغ حتى تصير الطريقة احسن واسهل، لان انا جاي احس ان رجلي هذا صار اعاقة عليهم، فشوي قاعد يعملوا لي ليمت على التمرين. المهم هذا كان الفيز الاول. راح اشوفكم الفيز الثاني. طبعا المسكة اذا كانت اوفر جريب شوي راح تكون صعبه، لكن اذا كانت هاي المسكه اللي هي هيش تجي راح تكون حيل سهله واسهل. ف المهم خليني اشوفكم الفيز الثاني، الطريقه الثانيه للتمرين. نصعد للاخر، ننزل للاخر، اقف وارجع واقف، اسوي لفه كامله واقف وارجع وانزل. طبعا تسووه، طبعا هذا التمرين عفوا انا يعني نسيت بالاول قلت لكم هذا يركز على الكور وعلى الابس، صحيح، لكن اللي نسيته انه هو يركز على الاوبليكس اللي هي العضلات اللي جايه على السايد، على الجهه اليمنى والجهه اليسرى. هذا التمرين حيل قوي، حيسوي عندك قوه رهيبه وعضلات احسن. طبعا قلت لكم اذا تكون الجريب الماسك على هاي الاتجاه راح تكون احسن، فراح اجربها على هذولا لان الجريب صايره ممتازه. وخلينا نبدا التدريب. مثل ما قلنا نرفع، هذا كان الفيز الاول، التمرين الاول. خليني اشوفكم الفيز الثاني، الطريقة الثانية للتمرين. نزل للآخر، نقف، نرجع لليسرى، يمنى، تقف، يسرى، وترجع، وتكرر هكذا. طبعا مثل ما قلت لكم الجراب اللي تجي هيك شويه صعبه، لكن الجراب اللي تجي هيك شويه اسهل. لكن طبعا اذا تشوف المسافه مفتوحه هاي ما عندي اي عوائق راح تصير اسهل. راح اعيد التمرين مره ثانيه، راح اسوي الفيز الاول اللي هو الطريقه الاولى، بعدين راح اسوي الفيز الثاني اللي هي الطريقه الثانيه. نبدا بالطريقه الاولى. هاي كانت الطريقة الأولى، وهسه راح نبدي على الطريقة الثانية.
اللي هو الفيز الثاني. انزل لجوه، تقف تقف. طبعا التمرين حيل قوي، حيل حيل قوي، مو سهل. لا تستهين، لا تستهينون به ابدا، تستهينون به. لذلك خلينا نبدا بالبروجريشن وشلون تقدر تسوي التمرين كامل. وهسه خلينا نبدا بالطريقه الاولى، راح اشوفكم شلون تسووه كبدايه كمجرد مبتدئ. راح تقعد على الارض هيجي، وش تسوي؟ تثني رجليك جهه ما جهه، جهه ما جهه. خلي اشوفكم اياها على السايد، جهه جهه، تثني جهه تثني جهه. بعد ما تسوي هذا التمرين واذا حسيته حيل سهل عليك، تبدي تعمل الطريقه الاصعب. ترفع رجليك وتجي للجوانب، هاي النقطة الثانية. بعد ما سوينا على الأرض راح نسويها هسه هين. أوكي، بس راح شو نسوي؟ بس راح شو نسوي هسه كبداية؟ راح نثني رجلينا بس، حلو؟ نثني رجلينا بس، ما راح نطلع أو ما راح نمد رجلينا بشكل أفقي، عفوا عمودي، ولا بشكل حتى أفقي. بمجرد راح نثني رجلينا ونبدي نعمل التمرين. تثني رجليك وش تسوي؟ وهسه حبايب وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون كالعادة كومنت لايك سبسكرايب، وحاشوفكم بفيديو جاي. شباب لا تنسون، إذا عاملين التفعيل للجرس راح يجيكم كل الإشعارات، إذا ما عاملين التفعيل للجرس ما راح يجيكم أي إشعار. فإذا تريدون تشوفون كل جديد ويعني بأقصى سرعة ممكنة، فعل الجرس حتى يجيك تنبيه وتشوف الجديد. يلا أشوفكم على الفيديو الجاي. يلا باي، بيس أوت. We'll be right back.